شداد حامل السلم بالعب انت بوال واحنا بوال لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا والشاطر فيكو فهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا معوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا معوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل دخلك دخلك يا معوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول دخلك دخلك يا معوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول شد حيلك يا ابو عواد الدنيا كلها رايحة وإن شاء الله خاتمة الأحزان تفضل استريح بارك الله بيك زهير بيك هاي حال الدنيا يا أبو عواد واحد بيودع واحد المهم الصبر الصبر هو مفتاح الفرج وانت رجل صابر وعاقل أنا بعرف قديش المرحوم كان يعز عليك لكن شو طالع بالإيد هاي الدنيا وهذا القدر والموت علينا حق زهير بيك انت غمرتني بلطفك انت باين عليك رجل حساس وعاطفي بس انا الحقيقة مقهور وزعلان مش على الميت ولا على مين الست لطيفة مرته للمرحوم ما هي بتكون اخت ام العود ما ظل لها حدا غيرنا ونجاح الله يصبرها واحنا معك ابو عواد احنا جاهزين الناس لبعضها يا رجل خصوصا في مثل هيك ظروف لازمك مصاري احكي لا تخجل احنا اخوان بارك الله بيك زهير بيك انت ذوبتني من الخجل يا رجل احكي لازمك مصاري هيك ظروف تحتاج مصاريف لا تخجل كثر خيرك بارك الله بيك هسا فورا بخليهم يعطوك سلفة لا تخجل سلفة هي السلفة بيها خجل يا رجل في ناس بيخجلوا يطلبوا سلفة دير بالك احنا بالخزانة شو بتأمر احنا جاهزين وان شاء الله بنمر عليك على العزاء زهير بيك انت ما بتقصر على فكرة انا بغيب يوم واحد وبرجع اصيل يا ابو عواد اصيل اكيد بدك تداوم مشان العطاء انا عارف اخلاصك ادخل زهير بيك الباص جاهز والموظفين كلهم جاهزين يطلعوا للجنازة يا جمال ويش مغلبين حالكم لا لا يا ابو عواد شو غلبة وما غلبة هذا واجب انا صحيح لولا عندي اجتماع مهم ولا كان طلعت معكم لا تنسوا الورد يا سالم لا يا سيدي كل شيء جاهز يا جماعة مغلبين حالكم كثير والشغلة مش مستاهلة على كل حال يعني الميت ما بيقرب لي معلش معلش مشان اخت المرحومة ام العود يلا عن اذنكم اسمحوا لي مع السلامة شد حيلك ان شاء الله خاتمة الاحزان خير زهير بك دير بالك الورد خليه على حساب لجنة الموظفين طبعا طبعا زهير بك وريحوا لي ابو عواد عزو منيح فتح عروض العطاءات بعد يومين ايه طبعا يا زهير بك هذه بدهاش مفهومية وانت بالذات خليك معه انا معه بعدين دبر لي كيس رز وكيس سكر مشان الليلة أروح عزي فاهم؟ طبعا يا زهير بيك وعلى حساب لجنة الموظفين يلا خاطرك
العافية خيوف. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. بالله بدي حساب المرحوم الحج مصلح صالح. مرحوم؟ نعم، مات مبارح عندكم، بدي حسابه. هذا حسابه 2400 دينار. إيه، قديش خيو؟ المبلغ الإجمالي 2400 دينار وهي الفواتير. شو هذا الجد؟ ول 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 ول، هذا كله حساب الحج مصلح؟ هذا دفتر فواتير يا زلم. كل تفاصيل العلاج والإقامة مسجلة عندك. بس هذا يا زلم قعد أسبوع ومات، والفين واربعمية نيرة على إيش؟ يا أخي أنا محاسب، هاي الفواتير قدامك كل شي مسجل فيها. لا يوطرز لك يا زلم، راح نفهم شو بيها. على كل حال نقدر ندفع دفعة ونطلع المرحوم وبعدين ندفع الباقي؟ ممنوع يا أخي، لازم تدفع كل المبلغ يا بضل المرحوم عنا. يظل عندكو؟ شو تساوي به؟ بضل محجوز. المرحوم؟ أيوة يا أخي المرحوم. يا رجل في حدا بيحجز مرحوم؟ أنا بعرف الحجز للحرامي للنصاب، أما مرحوم ما سمعت بيها. ليش أنت مش بالبلد؟ إحنا عندنا بالثلاجة 7 مرحومين. ها؟ محجوزين؟ طبعا عليهم حسابات مش مسددة. ها؟ المرحومين؟ أيوة يا أخي، بدك تدفع ولا لا؟ طيب خيو عمهلك علي شوي شوي علي، أنا أول مرة بطلع مرحوم للحجز، يعني شو ساوي؟ داري يا أبو العود إذا مات ويك حسابه كيف لو طاب؟ تفضل يا خالتي. يا ريتني ما شفته، يا ريتني ما شفته. خلص انسي يا خالتي، تفضلي روقي اعصابك. كل جسمه مخزق ومشطب، تقولي كايدين يتعلموا عليه. يا خالتي قولي الله يرحمه، انسي. يا ريته، يا ريته مات بالبيت ولا تعذب هالعذاب. يا ريت. هدي يا خالتي، تفضلي. العافية ابو العبد. هلا ابو عواد. هلا، بدي غلبك، حط لي 2 كيلو قهوة سادة. سادة؟ مان واتساب، شو سيرة؟ مشان عزل المرحوم مصلح. الحج مصلح؟ نعم. ليش هو مات؟ هسا دفناه وجينا. الله يرحمك يا حج مصلح. يا رجل كان قلت لي؟ ما هيني قلت لك. لا قصدي من الأول. طيب بتيجي على العزا وبتحل الموضوع. أكيد. عملنا 2 كيلو قهوة سادة يا جمال. حاضر يا معلمي. وأكيد العزاء بدار المرحوم طبعا. نعم بدار المرحوم. بس مرته وولاده كيفوا؟ إيه كيفوا؟ أنا بعرف الناس تزعل على الميت ما بتكيف. دير أبو عواد بكيفوا على الورثة. أنت عارف يعني الزعل هذا حبيبي بس قدام الناس، لكن هون بعقله بيكون مثل الكالكوليتر يحسب، يكون كل واحد قاعد يحسب قديش بده يطلع له من الورثة. يعني هم ما بدهم يموتوا؟ مين هم؟ اللي قاعدين بيحسبوا هذول بالمصاري. أبو عواد الناس ما بتعتبر دخلك. هو المرحوم ترك وراه مصاري كثير؟ ليش أنا كاين محاسب عندي اللي خلفوه؟ لا مش قصدي، يعني قصدي إيجار هالدكاكين هالعمارات، دخل هالمزرعة، وين كاين يروح كله؟ أبو العبد إذا الموضوع بهمك بروح بسأل. لا مش قصدي. عشت تفضل. تسلم ايدك. تسلم. بدك شيء ثاني يا ابو عواد؟ لا ما بدي شيء، سلامتك. حياك الله. ابو عواد انت عارف يعني عادات الناس بالعزاء يقدموا دخان، يقدموا حلو، يقدموا اكل. دخان قلت لي؟ عمو اللي بده يقح على حسابه مش على حسابي، فاهم؟ سلام عليكم. بس اسمعني يا رجل، شو بدك؟ على حساب انت بالعادات يا زلمه، الناس قدام الناس يعني لازم الواحد يقدم الواجب. أنا غير القهوة خيو ما بدي. يعني ما بدك كيس سكر، كيس رز، أكم باكيت شاي؟ إيه لويش أخذهم؟ إيه يا رجل مش هالعادات. بعدين الميت الله يرحمه عديلك، بتخاف الناس تحكي وانت رجل مبين. خليهم يحكوا خيو، أنا لا بدي رز ولا سكر، أنا أصلا ضد هاي العادات، واللي يحكي بخاطرك. إيه مع السلامة. قال ضد العادات، قال يعني لو كل الناس ضد العادات كيف بدنا نشتغل؟
كفي يا خالتي بوكا، البوكا مش منيح عشانك، قولي الله يرحمه. مش عارفة يا نجاح، مش عارفة شو بدي أساوي من غير. انقطعت، انقطعت، كيف بدي أدبر حالي؟ لا تقولي هيك يا خالتي، وإحنا شو منعمل؟ ما إحنا أهلك. آخ أخي نجاح، الله يخليك ويطول عمرك، أنت بنت الغالية، بنت الغالية. وأنت أختي الغالية، أنت اللي ظليتي من ريحتها. روقي يا خالتي روقي. شوفي شوفي اختي كيف قاعده هالحربايه بتتوشوش هي وبنت اختها. اكيد على الورثه، يا ريت كان ماتت هي وريحتنا. هاي بتموت بلد وما بتموت. خالتي ليش بتطلعوا غير شكل؟ بكرهوني يا حبيبتي، بكرهوني. من يوم ما تجوزت ابوهم ما دخلوا لي بيت، وهسا تذكروا صاروا يحبوه بعد ما مات. من يوم ما تجوزت ابوهم وهم بدعوا عليه. عاملي حالها زعلانه وهي ما صدقت يموت. مش خساره فيها هالدار؟ والله ما خليها تتهنى فيها. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. رحمة الله عليك. رحمة الله عليك يا حاج مصلح. فقيد هالرجل يا جماعة. والله حبايبك الله يرحمه. مسيك بالخير يا سالم. الله يمسيك بالخير. شايفك متلصم وزعلان كثير. تعرف ولا المرحوم؟ لا بس انت يا ابو عواد، انت عزيز وغالي على قلبي كثير، رحمة الله عليك. الله بيك. تعيش تعيش. الموت حق يا ابو عواد. حق نعم. بس الدنيا بتخوف. اللي بيخوف الناس يا زهير بيك. بيني وبينك بضل. الدنيا رايحة، لكن مثل ما بيقولوا من خلف ما مات. منو اللي خلف؟ المرحوم. هو ما خلف من لطيفة، خلف من اللي قبلها. هو تجوز لطيفة وهو ختيار كبير يعني. برضو بتظل الخلفة مليحة. خلفة مين؟ المرحوم. هو المرحوم الحقيقة خلفته مش مليحة. أمل؟ يعني بدك تقول إنه ما بحبوها للطيفة؟ أكيد ما بتحبهم. مين؟ لطيفة. لا قصدي هما اللي ما بحبوا لطيفة. أخص. يلا يا أختي، أنا مش طايقة ضل قبالها. ولا أنا يا أختي مش طايقة. يلا خلينا نروح وخلي صالح لحاله، الله يريحنا منها. قوم قوم يلا يلا قوم انت الثاني. يلا قدامي. شو هذول الجماعة يا خالتي؟ بدل ما يشكروكي على السنين اللي خدمتي فيها أبوهم هيك يعاملوكي؟ طول عمرهم هيك يا نجاح. حتى أخوهم صالح الصغير اللي أنا ربيته لما كبر وتجوز تغير، صار أعطل منهم. يا عيب الشوم. آخ آخ، أبوهم الله يرحمه مات وهو مقهور منهم. طول عمرهم معذبينه، عمرهم ما سألوا عنه، خدمة ما خدموه، زيارة ما زاروه. الله يسامحهم. ولا يهمك يا خالتي، انت اللي عليك عملتي. إن الله وإن إليه راجعون. طيب يا ابو عواد نستأذن احنا. شرفت زهير بيك. شرفت. تفضل. الله أجركم يا ابو عواد. شكر الله سعيكم يا سلام عليكم. بارك الله بك. بارك الله بك. شد حيلك أول. دنيا ورايحة، دير بالك على حالك، بعدين لا تواخذني. بالنسبة لكيس السكر وكيس الرز، يعني أنا عارف إنهم مش مستاهلات، بس هي مجرد مشاركة وجدانية مني إلك. الحقيقة زهير بيك هاي أزعلتني بيها. ولو شو السير يا رجل؟ يعني ما كان لازم هالغلبة هاي. بسيطة يعني هي هاي. أبو عواد سلامة قيمتك، قيمتك عند زهير بيك كبيرة كثير، قيمتك ما بتتقدر بثمن. مشان قيمتك يا أبو عواد. صدقوني يا جماعة مش عارف شو بدي أقول. لا تقول إشي، بس خليك متذكر محبتنا إلك. يلا دير بالك على حالك، خاطرك. يلا مع السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. السلام. هلا. لسه في ناس؟ كم من زلمة يا خالتي؟
الله يعينه أبوك. هلك اليوم مسكين. شو سيري يا خالتي؟ إذا أبوي ما وقف إلك لمين بده يوقف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شو ماله قالب خلقته؟ زعلان على أبوه. أنت قلبك طيب. إيه؟ ليش يا أبو العبد؟ هذا وجه زعل يا رجل، هذا وجه هوش. أعوذ بالله، ما ظنيت. لا 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 لا. الأيام جاي بتشوف. خلني أستأذن أنا. يلا عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. السلام عليكم. مع السلامة. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم مصطفى. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم أبو فارس. بالسلامة. شد حيلك يا صالح، هاي حال الدنيا يا عمو. شكرا يا أبو عواد، أنت قدمت اللي عليك. مع السلامة. بدك يعني روح يا صالح؟ الله يرحم أبوك، كان صديقي وعديلي، كنت أجي ألعب معه طاولة زهر. طاولة زهر تعرف شو كان يقول لي؟ شو كان يقول لك يا أبو عواد؟ كان يقول لي أولادي مغلبيني. أبو عواد ما بدنا نفتح صفحات قديمة. إيه هذا زعلان. أنا مش جاي مشانك خيو، أنا جاي مشان الست الأصيلة لطيفة، وإذا بدي أروح بروح بستأذنها وبسلم عليها، فاهم؟ أبو عواد الست لطيفة مرت أبوي، بعدين في كلام بيننا وبين بعض ما بدنا نحكي قدام حدا. ولا لا ثور ولا عبالك يا رجل، أنا ماشي واحكي مع مرت أبوك مثل ما بدك، بخاطرك خيو. نستأذن يا ست لطيفة. وين يا أبو عواد؟ لحظة. صالح بقول إنه بي كلام بينك وبينه سري وما بده حدا يسمع. لا يا أبو عواد، هو أنت غريب؟ أنت أعز أصحاب المرحوم، إيش في يا صالح؟ هذا الكلام بتعلق بأبوي، بدي أحكيه أنا وياكي بس. يلا يا بيا نجاح. يلا. لحظة يا نجاح، لحظة يا أبو عواد. اسمع يا صالح، أنا ما إلي أهل غير نجاح بنت أختي المرحومة، وأبو عواد بيكون أبوها، يعني هذول أهلي، وإذا بدك تحكي معي إشي احكي قدامهم. بصراحة أبوي مات ولازم نعرف كل إشي، هذه ورثي وحقوق. أبوي ترك مزرعة وبيت وعمارة مأجرة ومصاري، بعدين إخواني وكلوني أحكي عنهم. طيب طيب اقعد اقعد يا صالح، اقعد، هذا حقك، اقعد اقعد يا أبو عواد. الله يخليك. مشانك بس يا ست لطيفة. الله يخليك. وهاي قاعدة. أول إشي بدنا نعرف شو ترك مصاري. العقارات مبينة، لكن المصاري بدنا تحكي لنا عنها. أبوك كان حاطط حوالي 6000 دينار بخزانته، هيهم على حطتهم. بس 6000 دينار؟ أيوة بس. والبنك؟ بالبنك ما إله مصاري. شو؟ ما إله بالبنك؟ من أولها بدك تلعبي علينا؟ شوف يا أستاذ صالح، عندك يا ست لطيفة أتفهم مع الأستاذ، هاي لطيفة مرت أبوك بتكون قرايبنا، يعني إحنا أهلها، وإذا بدك تحكي معها اعرف كيف تحكي، فاهم ولا بلخمك عني عكس؟ شو اللي تلخم بتلخم يا أبو عواد؟ أنا بدي أحكي زي ما بدي. أبوي عنده دخل بالألوف من المزرعة والعمارة، وجايين تقولوا لي ما في عنده مصاري بالبنك؟ خيو إذا مش مصدقها روح على البنك واسأل. أنا بدي أسأل وأعرف، بدي أسأل وأعرف ووكل محامي وخلي المحكمة تحط إيدها على كل إشي. زي ما بدك يا صالح، بتضلك مثل ولادي. مثل ولادك؟ هم وين ولادك؟ يا خيو انت زدت وحركت منها. اسمع، انت جاي تتفاهم ولا جاي تهاوش؟ انا بدي حقي وحق اخواني، المسألة مبينة من اولها. انا راح احملكم المسؤولية عن كل قرش تركوا ابوي. قال 6000 دينار. قال طيب بفرجيك ابو عواد، بفرجيك يا لطيفة. طيب روح قبل وجه الشيخات انقلع. أرض تودي وما تجيب. هذا ولد ما بيستحي وقليل أصل. لا تهتمي له يا خالتي. أنا اللي ربيته يا نجاح، أنا اللي ربيته. خواته كانوا راميينه وكانت كل واحدة مشغولة ببيتها. آخ خلا يرحمك يا حج مصلح، كان عارف كل هذا اللي بيصير.
وعارف شو بده يصير بعده. يابا احنا ما بصير نترك خالتي لحالها، هذول جماعة ناويين لها على الشر. ايه ما بيقدروا يعملوا اشي، ليش هي الدنيا فالتة؟ اخيرا حقهم راح ياخذوه على داير ملين. يابا بدي اضل هون مع خالتي. طبعا يابا لازم تضلي عندها، انا حابب انش تضلي عندها. وانت يا ست لطيفة اذا بتحتاجي اي اشي انا موجود. الله يخليك يا ابو عواد، انا رايحة اغلبكم معي، بس انا ما الي غيركم. ست لطيفة لا تزعليني، ها انت ناسي انه ملعود وصتني، قالت لي دير بالك على لطيفة. اخ يا ام العود، الله يرحمك يا ام العود. الله يرحمها الله يرحمها. بتحتاجوا اشي؟ كثر خيرك يا ابو عواد، سلامتك يا ابو، الله معك. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير. مع السلامة يا ابو. يلا يا خالتي خلينا نرتاح. قومي. يا الله. هذا هو اللي عملته؟ ما عرفت تقطع لسانها هالكذابة؟ 6000 دينار ولك هاي بدها تسرقنا. افضل اشي انه نحكي للمحامي. اهلين، وانا بدي اصبر لما تحكي للمحامي. فكرناك بتعرف تتصرف، طلعت خيخة. يعني شو بدك اياني اعمل؟ ها شو بدك اياني اعمل؟ انا اللي بدي اعمل، انا اللي بدي اخذ حقي من هالحرباية. فدوى، شو بدك تعملي؟ فهميني. بدي اعلمها كيف تكذب علينا مرة تانية. أنا فعلاً زعلان يا ست نجاح. عجوز خالتي؟ لا، شو جوز خالتك؟ أنا زعلان منك أنتي. مني أنا؟ أنتي أول مرة مرض جوز خالتك ودخل المستشفى وما خلتيني أوقف جنبك وأسندك، وهيو مات ما حكتي لي. بصير هيك؟ يا أستاذ سعدي، جوز خالتي الله يرحمه، إحنا انشغلنا وما فضينا نحكي مع حدا. ولو أنا بدي مناسبة يا ست نجاح حتى أثبت لك فيها إنك مهمة بالنسبة إلي. شو مالك يا أستاذ سعدي؟ ما هو مبين علي شو مالي. مش شايف إشي غير طبيعي. ما هي هذه المشكلة، المشكلة إنك مش شايفة مش حاسة، رغم إنه مبين علي. أكيد يا عم مبين علي. ها أنا مش فاهمة عن إيش بتحكي يا أستاذ سعدي. معلش معلش، أنا مقدر وضعك، أنت زعلانة على جوز خالتك كثير، ويعني أنا ما بصير أقعد أتمادى في شرح مشاعري، ما بصير، بس يعني رغم كل هذا أنا زعلان. زعلان منك كثير زعلان. يا عمي احكيلي اشكيلي الجئيلي. طب ما هو أنا بتمنى أنك تلجئيلي حتى أسندك. إذا لزم الأمر إن شاء الله بلجألك. أكيد رح تلجئي لي؟ أكيد أكيد. أنا أسند، قصدي أنا أسعد أيام حياتي يوم ما تلجئي لي. عن إذنك. طيب 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 طيب. ول 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 ول. فدوى اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، مثل ما دخلتي دار ابوي بدك تطلعي منها، فاهمه؟ ليش هالحكي؟ ايوه يا اختي، اعملي حالك مسكيني، اصلا ابوي جوزك خدامي، انت شو مفكره حالك؟ عيب يا فدوى، انت في بيتي. اوعي تقولي بيتك، هذا بيتي وبيت خواتي، وبدك تطلعي منه وطلعي كل المصاري اللي تركها ابوي، ولا بطلعي عيونك. حكوا رايحين تاخذوه من غير مشاكل، ليش المشاكل؟ لانك بدك تضحكي علينا زي ما ضحكتي على ابوي. اسمعي، انت مفكرتنا نتركك اي باكل لك اكل. انا مش رايحه ارد عليك، رايحه اجيب لك اللي يتفاهموا معي. اي انا اللي بدي اتفاهم معك يا اختي، تعالي هون. والله لا تفلك شعراتك يا مشوب، لسه شورتي لي اياهم. والله لا طعميك قلت لعمري ما شفتيها بحياتك. روكي يا ولد روكي، تتفاهمي تتفاهمي، انت لك عضك عضك. لا 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 كشو انا العض. الحقوني ابويا، من زمان نفسك عضك على طول. اهم اشي عندي انك
أنك ما تقهر حالك، الزعل مش مليح لك أبو عواد. يا بديع أنا مش زعلان ولا مقهور، الزلم اللي مات عاش عمره، يا ريت نعيش قده. أنا زعلان هالمسكينة لطيفة هاي. طبعا ما هي ما إلها غيرك هلأ. الله يعينك يا لطيفة. ما دام ما إلها حد وأخت المرحومة أم العود، ليش ما تتجوزها؟ إيه يا ناس، معقولة أنا أتجوز لطيفة؟ وشو فيها؟ مش بتقول ما إلها حد؟ ما هي مثل أختي. صحيح؟ آه صحيح. خالد قرب جاي. اسمع كمان شوي فتح العطاءات، وزي ما بحكي بتحكي بالضبط يا خالد، وتنساش احنا اثنين بعواد واحد. يا زلمة انا خايف منه، هذا مصيبة. مصيبة ايش يا زلمة؟ بعواد ما بيخوف، ما بيخوف بعواد. وبعدين هسه بتلاقيه مسطل من النعاس ومن كثر المعزين رايحين جايين عنده طول الليل. بعدين يا خالد تنساش الورد والرز والسكر، والمثل بيقول طعم الثم بتستحي العين، وهذا كله له تأثيره. المهم تضلك مصمم، فاهم؟ طيب بس بدنا عطوفته يتذكرنا بسفرة بشغلة عملة، بدنا نستفيد برضو. يا خالد يا خالد، وإحنا عليش بندور؟ هو عطوفته بربحي بتذكر حدا غيرنا. اسمع روح هسه جهز حالك وبلاقيك عند بعواد، ومثل ما فهمتك حبيبي، فهمت؟ ماشي يلا. ادخل. يسلم راسك يا بابا، العمر لك يا حبيبي. شد حيلك يا زلمه، لا تقهر حالك. ليش قهر حالك؟ صدقني انقهرت اليومين قاعد ببكي. على مين تبكي يا ابو زكي؟ على اللي مات لك. منو اللي مات لي؟ جوز خالتك الله يرحمه. ولك جوز خالتي صار له 40 سنه ميت. هات الفواتير، هات هات هات، فاهم عليك انا. هات. صدق اني نسيتهم. تفضل. ناسيهن ولا جاي تعزيني بس؟ ها خلينا نشوف. 70 دينار البيك اب، 90 دينار الباص، وتصلحن مزبوط هذول؟ تعال شوفهم كأنهم طالعين من الشركة جديد. بعدين ايش خليته ينزل من قيمة الفواتير غصب عنه. شوف من 100 دينار ل 70 ومن 150 ل 90، يعني وفرنا 90 نيرة. هذا هو الشغل. تفضل. صار موعد الاجتماع يا ابو عواد. ابو زكي اسمعني ثاني مرة، ما بتتفقوا على تصليح اي شغلة الا لما تحكوا لي، فاهم؟ وروح انت الساعة، انا بحول هاي الفاتورة للمحاسب. روح. شكرا لك ابو عواد، كثر خيرك. يلا قب يا زلمة. الله يوطرز لكم. هينا وفرنا 60-30-90 دينار، وفرنا بفاتورتين. انداري عنكم بتتبهوروا. هلو، أعطيني نجاح لو سمحت. دير بالك، ها العطاء بده يرسي على الحوت بأي طريقة، فاهم؟ طبعا يا بيك، طبعا ولا يهمك. هسا أبو عواد حزين وزعلان ومش فاضي تنح. أكيد هلا يكون بعونه. وبس يخلص الاجتماع بتبلغني بالنتيجة فورا. طبعا يا بيك، أصلا الاجتماع هسا. طب يلا يلا روح بسرعة. عن إذنك. ما في غير هالأربعة قدموا للعطاء يا خالد؟ حتى الأربعة كثير. يقدم اللي يقدم. شو وين سالم؟ هاي جاي وراي.
ايوه اجا. ها شرف. انا اسف اسف جدا يا ابو عواد، جاني تليفون مهم. اسكت بلا طق، اسكت، لا تليفون ولا غير، اسكت، بدنا نبدا الشغل. يلا بسم الله. هسه انت بتسجل يا خالد. اوكي. شوف سجل لي اول شيء اربعة اللي قدموا للعطاء، اربعة سجل. اربعة، اربع شركات تقدمت الى العطاء. اربعة، خلينا نفتح اول واحد. ها. هاي قدامكم افتحوا. تفضل ابو عواد، تفضل ولو. مش تقعد تطقوا حنك. ايوه. هاي اول واحد. اها هذا منو منو؟ مؤسسة البناء الفني، السعر الإجمالي قديش مقدم؟ هيو 150,000 دينار. ول شو ول يا زلمة؟ 150,000 دينار، والله هذا يا بلاش ما شاء الله عليه. خلينا نشوف الثاني. سجلت يابا 150,000؟ سجلت. خلينا نشوف الثاني. هذا هذا الثاني، هاي بفتحه قدامكم. تفضل ابو عواد ولو، تفضل تفضل. خلينا نشوف هذا شو عامل. هذا منو؟ هذا شركة الحوت الأزرق. ول هذا من اسمه بخوف. قديش سعره الإجمالي؟ قديش هذا هو سعره؟ 200,000 دينار. ول هذا واحد نازل واحد طالع. يا عم الشركات الكبيرة بتدرس عروضها مليح، مش أي كلام. ونشوف هذا منو. والله في تنويع، في تغيير بالعطاء. هذا منو؟ نلحظنا. منو هذا؟ هذا شركة عماد ووائل للمقاولات. السعر الإجمالي، السعر الإجمالي 130,000 دينار. ما شاء الله ما شاء الله. بدلشت تنزل الأسعار وترخص. سجلت يا خالد؟